كيف تفض الاعتصامات؟ كيف يجب أن تفض؟ بالمفاوضات والصبر أم بالقوة؟ وإذا بالقوة فأي نوع من القوة يجب أن يستخدم ومتى يستخدم؟ هذا هو حوارنا اليوم، فلا تترددوا بالمشاركة فيه وبالوسيلة التي ترتاحون إليها. أهلا بكم إلى نقطة حوار اليوم مع سمير فرح. متى يجب أن تفكر السلطات في أي بلد بفض اعتصام معين؟ بعد يومين؟ بعد أسبوع؟ بعد شهر؟ وماذا لو كان الاعتصام سلميا ولا يضر بأحد؟ طبعا هناك من يقول إن الاعتصامات دائما تضر بأحد، وإلا لما قام بها أصحابها أصلا. الاعتصامات يقولون تضر بالاقتصاد وتعطل الحياة العامة، ولنفترض أن قرارا اتخذ بفض هذا الاعتصام بالقوة لأن المفاوضات مع منظميه لم تنجح، فما هي الوسيلة الأفضل الأسلم لفضه؟ في مصر كما نعلم يسود جو من الترقب بشأن احتمال أن تستخدم قوات الأمن القوة لفض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. فإذا أخذنا هذا النموذج من الاعتصامات كمثال، فما هو مقدار القوة الذي يجب أن يستخدم؟ حمل المعتصمين جسدياً ونقلهم إلى مكان آخر؟ رشهم بخراطيم المياه؟ إلقاء قنابل مسيلة للدموع عليهم؟ أم بما هو أقصى من ذلك؟ ولو أرسينا مبدأ تطبيق القوة لفض الاعتصامات، ألا يخاف المطالبون به بأن يطبق عليهم في المستقبل؟ شاركوني حوار اليوم عبر فيسبوك أو تويتر أو نصياً بالأسماس على الرقم التالي 44-79-1040-47، أو للمشاركة هاتفياً معي خلال البرنامج. الرقم هو التالي 44-20-77-650-211. هذه هي وسائل المشاركة معنا في حوار اليوم، ونحن والفريق بالانتظار. أولاً زميلي محمود القصاص سيتابع خلال البرنامج حواراً إلكترونياً على موقعنا وعلى صفحات الاجتماعي التواصل الاجتماعي. ماذا لديك؟ كيف يسير الحوار حتى الآن يا محمود؟ سمير، أحد المشاركين أرسل إلينا تعليقا على موضوع اليوم يقول: لماذا يفكر المسؤولون في فض الاعتصام؟ من أعطاهم أصلا الحق في فض الاعتصام إذا كانوا وصلوا السلطة لا من خلال صناديق الاقتراع ولكن بسبب تدخل الجيش؟ لا يحق لهم فض الاعتصام لأن القاعدة القانونية تقول أن ما بني على باطل فهو باطل. يرد عليه مشارك آخر فيقول: عندما يكون الاعتصام سلميا فأنا ضد فضه بالقوة، ولكن عندما تكون هناك أسلحة وهناك فوضى وإساءة للآخرين واستخدام للعنف، يكون من واجب الدولة فض الاعتصام بكل قوة واستخدام كل الأسلحة حماية للشعب، حماية للدولة، ودعما للسلم الاجتماعي. الحوار لا يتوقف سمير، تلقينا سلم التعليقات عليه، ستعرف لاحقا خلال البرنامج على أهم اتجاهات الحوار، فانتظرونا. إليك سمير. ولهذا سوف أعود إليك لاحقا في البرنامج اليوم يا محمود لكي نعرف كيف يسير الحوار خارج الاستوديو هنا. الآن خلونا نستمع ونتعرف إلى المجموعة الأولى من المشاركين معنا على الهاتف، وهم يظهرون الآن على الشاشة ورائي. أرحب بهم وأبدأ مع عادل شمس من المنصورة الذي يقول: ليس هناك سوى الحل السلمي. يقابله من الشرقية محمد صبح الذي يقول: أؤيد فض كافة الاعتصامات بما فيها التحرير بالقوة. خلينا نستمع إليهما يتحاوران. عادل شمس، أنت أولا من المنصورة، ما الذي تقوله لمواطنك محمد صبح الذي يؤيد فض الاعتصام بالقوة؟ كيف تبرر له موقفك؟ السلام عليكم أستاذ سمير. وعليكم السلام يا عادل. في الواقع مسألة فض الاعتصام بالقوة هي مسألة فاشلة تماما لسبب. إذا فكرت القوة اللي هي حاليا موجودة في مصر اللي بتقول إذا لها شرعية ولا ملهاش الشرعية إنها تفض هذا الاعتصام بالقوة، هتكون نتيجته الرئيسية خروج كل الشعب المصري زي ما خرج في 25 يناير مرة أخرى للإنهاء والإبقاء تماما على ما حدث من اقتصاد بالشرعية. لماذا؟ وبالفعل لماذا سيخرج الشعب؟ ما يمكن الشعب سيؤيد فض هذا الاعتصام؟ زي ما في ناس أيدت السيسي، في ناس كتير جدا مع مرسي، وبالتالي احنا دلوقتي ممكن نوصل
توصل لمرحله يكون فيها حرب اهليه ما بين الطرفين. يبقى اذا انت لو انت حاولت انك تفرش او تعمل عمليه عنف هيبقى رد الفعل عليها اكيد بعنف يا استاذ محمد. طيب لذلك من افضل الاشياء ان احنا نقعد على ترابيزه مفاوضات. اوكي ترابيزه مفاوضات، لا ادري ما اذا كان الخط مع عادل قد انقطع ولكن اتصور انك سمعت. احنا داخلين. طيب بس يا ريت، انا اكيد انه محمد قبل ان نستمع اليه سوف يسالك لماذا تفض، لماذا، الى متى يستمر الحل السلمي؟ الى متى؟ شهر شهرين؟ افترض انه لم يفض الاعتصام بعد سته اشهر. لا سيد الفاضل، ولو قعدوا فيه هم حقهم ان هم يعلنوا الاعتصام لانهم اصحاب قضيه. حللهم قضيتهم، انت مش راضي دلوقتي اصبحت في السلطه. شو يا محمد صبح؟ القضيه اللي انت فعلتها. خلينا نستمع الى محمد صبح الذي فهمت ان نقطتك واضحه تماما وعبرت عنها بطريقه ممتازه، خلينا نستمع الى رد محمد صبح من الشرقيه. محمد شو بتقول لي؟ أهلا استاذ سمير بيه. يا هلا بك يا محمد. اهلا بك. اولا الاعتصام حق مشروع، الاعتصام السلمي حق مشروع، دفع له الدستور لكل المصريين. عظيم. بس إذا كان الاعتصام هيضر بمصالح ناس زي اللي كائن أمام ربعة قفل أبواب العمارات اللي هناك وحجز الناس، ما عادوش قادرين ينزلوا يشتروا أغراضهم ولا حاجتهم، أصبح مش سلمي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، البذاءات اللي احنا بنسمعها على المنصات ونشتم، يعني انا بعيب على الاخ بتاع المنصورة اللي بيقول السيسي ومرسي، لا احنا بنقول الرئيس المعزول محمد مرسي، لان ده حق علينا، لان كان في يوم من الايام وجهة لمصر. وسيادة الفريق اول السيسي لان ده وزير الدفاع والانتاج الحربي، فاحنا لازم سيدنا رسول الله قال انزلوا الناس منازلهم. فانا النهارده لما يكون فتره الاعتصام طالت قد كده وجات مفاوضات من امريكا وجات مفاوضات من الاتحاد الاوروبي وجات مفاوضات عربيه قطريه واماراتيه والنتيجه صفر، يبقى المحصله ايه؟ المحصله ايه يا عادل؟ عادل شمس. ايوه استاذي معاك. هو بيسال بيقول المحصله ايه؟ المحصله اللي انا شايفها من وجهه نظري ان من البدايه في اصلا تعدي على الشرعيه. واللي موجود في الوقت الحالي ليس له اي قيمه، بمعنى انه غير شرعيه. انا راجل حطيت صوتي في يوم من الايام لشخص معين، لما حضرتك تيجي بكل بساطه كده وتقلب الترابيزه على دماغ الكل علشان حضرتك تاخد السلطه بدون اي لدى حق، يبقى انا ما بعترفش بيه. بالتالي انا من حقي كصاحب حق ان انا اقعد واتظاهر واطالب بعوده حقي. طيب. انت سرقت صوتي. خليني بس كده اختصرت وطرحت صوتي. ممتاز. بناء على ايه كانت اتعملت الانتخابات الاساسيه اللي اتعملت لرئاسه الجمهوريه؟ طيب عادل، خليني بس نتذكر اليوم أننا بصدد اعتصام، اعتصامات منتشرة وهناك احتجاجات متوقعة في دول عربية أخرى وهناك تهديد بمواجهتها بالقوة. اليوم السؤال هو ليس، خليني عادل بس لكي أوضح نقطة حوار اليوم. الحوار هو ليس عن الذي أوصلنا إلى هنا بقدر ما هو عن ماذا نفعل من هذه النقطة انطلاقا إلى المستقبل. كيف نفض الاعتصام؟ بالصبر، بالمفاوضات، أم بالقوة؟ خلينا نتذكر ونبقى ضمن هذا الإطار لأننا وصلنا إلى هنا، هذا لا شك فيه. عادل شكرا جزيلا لك، وشكرا لمحمد صبح من الشرقية. أود أن أستمع إلى، لأن هناك طبعا أسئلة تطرح قانونيا ولا ندري تماما ما الذي يقوله القانون فيما يتعلق بالحدود التي يجب أن تتوقف عندها السلطات الأمنية عند فض اعتصامات معينة. الأستاذ جمال عيد هو رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو معنا الآن على الخط من القاهرة. أستاذ جمال أرحب بك، أهلا بك في نقطة حوار. أهلا بحضرتك. يا هلا. ممكن أولا أن نعرف ما الذي يسمح به القانون فيما يتعلق بفض الاعتصامات، وما هي الدرجات من خراطيم المياه وصولا إلى لا أدري الرصاص الحي ربما؟ اشرح لنا حدود ذلك.
الاعتصام طالما سلمي او التظاهره او الاضراب السلمي، القانون او السلطه مش من حقها تفضل، لانه بيعتبر اعتداء على حق. يفضل الاعتصام او التظاهره حينما تكون تمارس العنف، حينما تتعدى على المواطنين او على الاملاك، او حينما توقف الطرق الحيويه. طب افترض ان افترض استاذ جمال، نعم. معلش بس لاستوضح نقطه معينه، افترض انها لا تتعدى على الأملاك العامة ولكنها معتصمة، صحيح هناك تعطيل بقدر معين للحياة العامة، ولكنها معتصمة لتطالب بحق تعتبر أنه أكبر من هذا التعطيل المؤقت للحياة العامة، كيف تتصرف معها قوات الأمن؟ ما المسموح به؟ للأسف يعني لما بنتحدث الآن بنتحدث على اعتصامين واضحين ومحددين، الاعتصام في منطقة ربعا عدوية والاعتصام في منطقة في ميدان نهضة مصر. دائما الاعتصام إما بيبقى لتحقيق مطلب أو بيبقى شكل من أشكال الاحتجاج الرمزي. الاعتصام الموجود الآن في ربعا أو في النهضة هو لتحقيق مطالب، لكن للأسف هي مطالب غير واقعية، وإلا كان أنصار الرئيس الثابت محمد حسني مبارك كان من حقهم يستمروا في اعتصامهم، كانوا بيعتصموا. بس هذا رأي سياسي أستاذ جمال، معلش سامحني، هذا رأي سياسي. ما أريده منك هو أن أعرف قانونيا ما هو المتاح أمام قوات الأمن لفض اعتصام معين مثل هذا الاعتصام. متى يحق لها مثلا أن تستخدم خراطيم المياه؟ أسباب قانونية واضحة. طيب. والاثنين ما ينطبقوش على نفس الاعتصام. الاعتصام اللي موجود الان في ربعه هو اعتصام عدواني، مش اعتصام مسلح. اللي فيه شبهات انه فيه اسلحه هو النهضه. اعتصام ربعه اعتصام عدواني لانه يمارس العنف، لانه هناك مطلوبين للعداله يختبئوا فيه، لانه قاطع الطريق، لانه هناك جرائم تعذيب تمت. طيب. وهناك هذا ما تقوله السلطات، طبعا هم ينفون ذلك، ولكن اذا سلمنا بان السلطات الامنيه لها القرار، قرار استخدام القوه، فما هو حدود القوه اذا ما اتخذت هذا القرار الذي يجب ان تتوقف عنده؟ يعني مثلا هل لديها السلطه في ان تطلق الرصاص الحي على المعتصمين لتفريقهم؟ الاول لازم ارجع انا حضرتك، لازم ارجع درجه، انه مش اي اعتصام يفضل الاعتصام، لانه فيه مخالفات قانونيه. اعتصام رابع فيه مخالفات قانونيه، وبالتالي تاخد القوات الامن لوقف المخالفات القانونيه اللي هي التعذيب اللي فيه ادله عليه. ده مش كلام السلطه، ده الكلام الموثق الان، انه فيه مطلوبين القبض عليهم. طيب ماذا افعل معهم؟ مش بالضروره فض الاعتصام بالكامل، لكن لوقت العدوان ده. ودائما الحديث عن اطلاق النار ده بياتي بعد 12 ل14 خطوه، ولا يستخدم اطلاق النيران الا للرد على اطلاق النيران. يعني حينما يطلق نيران على قوات الامن ترد قوات الامن وبدرجه كافيه دون افراط لوقف الاعتداء عليها او لحمايه الحياة المواطنين أو حياة. طيب. حياة رجال الأمن أنفسهم. فهمت أستاذ جمال عيد، شكرا جزيلا لك على شرحك لهذه النقطة. قبل إطلاق النار كما سمعنا من الأستاذ جمال عيد، يمكن استخدام الوسائل المختلفة غير المميتة غير القاتلة إلى أن نصل إلى هذه الدرجة التي استمعنا إليها. استمعوا إلى ما جمعته لنا كاميرا بي بي سي. كاميرا نقطة حوار بالتحديد استطلعت آراء مجموعة من المعتصمين في رابعة العدوية. سألناهم متى وكيف يفضون اعتصامهم. استمعوا لإجاباتهم. الاعتصام ده مش هينتهي غير بعودة الشرعية، وعودة الشرعية المتمثلة في الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ومجلس الشورى والدستور اللي استفتى عليه الشعب. ينتهي الاعتصام إن شاء الله إذا تحققت مطالب الثورة. ومطالبنا هي أولاً عودة الدكتور محمد مرسي رئيس شرعي دستوري، عودة مجلس الشورى العمل بالدستور،
ونضيف إلى ذلك محاكمة الخونة. الاعتصام موش هيتم قال لما الدكتور محمد مرسي يرجع إن شاء الله ونحاكم الخونة اللي قاموا ضده بالانقلاب، وبرضه مش هنلغي الاعتصام قال لما نحس إن هو الثورة بتاعتنا، أصل دي امتداد لثورة 25 يناير، إن هي ماشية في الطريق بتاعها السليم. أول حاجة بعد عودة الشرعية اللي هي بتتمثل في عودة الرئيس المنتخب اللي أنا اديته صوتي وعايز حق صوتي اللي أنا اديته له. تاني حاجة مجلس الشورى اللي حلوه البطلين المنقلبين على الشرعية. تالت حاجة الدستور اللي استفتي عليه أكتر من 64% أو 65% من الشعب. بعد كده محاكمة السفاحين اللي قتلوا الشهداء. بنتهي برجوع مرسي إن شاء الله والشرعية والدستور يرجع ويروحوا الصناديق زي ما جاب الصناديق. أنا بدور على صوتي. صوتي أهم حاجة. اللي عملوا انقلاب دول ما احترموش صوتي ولا احترموا الشعب المصري. من اعتصام رابع العدوية، وكما هو متوقع إجماع على رفض فض الاعتصام، فإذا رفضوا فضه فكيف تفضه السلطات؟ ينضم إلينا الآن من القاهرة الأستاذ بهاء يوسف، مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية. أستاذ بهاء يوسف، أرحب بك في البرنامج، أهلا بك. ويا هلا بك، مساء الخير. أبدأ كالعادة مع ما وصلنا من متابعينا، البرنامج هو لهم. حسن واثق كتب قبل قليل يقول، أنت طبعا مع فض الاعتصام بالقوة. حسن واثق كتب يقول التالي، استعمال القوة يفرز ظالما ومظلوما، وبكل تأكيد من يبدأ بالقوة هو الظالم وصاحب الموقف الضعيف والحجة غير المقنعة. كيف ترد عليه؟ اسمح لي أولا أن أقول أنني لست مع فض الاعتصام بالقوة بشكل مطلق. يعني هناك كما تفضلت أنت وبعض ضيوفك الكرام وبعض المشاركين معك في البداية، هناك درجات أو خطوات متدرجة للتعامل مع أي اعتصام. أولها لعلنا يعني نتفق على تعريف أو نبدأ بالاتفاق على تعريف، هل الاعتصام سلميا تماما أم أنه غير سلمي؟ غير ما هو الاعتصام غير السلمي؟ الذي يتضمن اعتداء على الممتلكات العامة، على حريات الآخرين، الحريات الشخصية للآخرين، الذي يتضمن إغلاق طرق ويعني ينتج عنه مشاكل للدولة أو للمجتمع. إذن فوفق هذه المفاهيم، وهذا يعني مفاهيم أتصور أنها متفق عليها بين قطاع عريض من السياسيين، اعتصام الإخوان في ربعه هو اعتصام غير سلمي. حتى لو سلمنا العديد من الحوادث، سامحني على المقاطعة، حتى لو سلمنا فضل. بأنه غير سلمي بالدرجة التي تتحدث عنها، طبعا ليس هناك إطلاق أسلحة نارية أو ما شابه، ولكن فلنفترض أنهم يعطلون الحياة العامة، ردك على حسن واثق هو ماذا؟ ألن يؤدي استخدام القوة لفض هذا الاعتصام إلى شعور بغالب ومغلوب وظالم ومظلوم، لأنهم يمثلون فئة كبيرة من الشعب المصري؟ هم ليسوا فئة كبيرة بداية، ولكن من المؤكد أن سينتج عن فض الاعتصام بالقوة ظالم ومظلوم، هذه هي طبيعة الأشياء. لكن دعني أسألك وأسأل قارئك أو مشاهدك الكريم حسن واثق، ماذا لو كنت مكان الرئيس عادلي منصور الرئيس المؤقت أو الفريق الأول عبد الفتاح السيسي أو البرادعي أو حازم الببلاوي، ماذا كنت لتفعل؟ يعني كما تفضلت بالفيديو الذي عرضته قبل قليل، هناك المعتصمون في ربعة يرفضون المغادرة إلا قبل تحقيق مطلب غير واقعي وهو عودة الرئيس مرسي. يعني دعنا نتفق مبدئيا على أن هذا المطلب بات غير واقعي، تجاوزته الأحداث. طيب انتم تقولون تجاوز طبعا بفض الاعتصام. هم طبعا لا يقبلون بان الاحداث تجاوزته، ويقولون انه هذا يبقى مطلبهم. خلينا طيب نبقى مع منطق فض الاعتصام بالقوه، فلنفترض ان المفاوضات لم تؤدي الى نتيجه، اي درجه من القوه تعتقد انها مقبوله؟ القوه المتدرجه التي تبدا كما يحدث عندكم في لندن وما حدث في نيويورك في اكثر من موقف، خصوصا مع جماعه ضد العولمة، أوكيباي وول ستريت، شارع وول ستريت. بالضبط. نعم. بالضبط. فهناك القوى المتدرجة التي تبدأ بالخراطيم المياه ثم الرصاص المطاطي. لكن يعني هناك احتمال الوصول إلى الرصاص الحي،
إذا ما هجمت قوات الأمن. لا أوكيباي احتلوا وول ستريت، لم يصل الأمر إلى الرصاص الحي، وعندما وصلت إلى لندن لم يصل إلى الرصاص الحي ولم يقتل أحد. لم يصل، هناك 111 مصاب في أحداث لندن 2011 على ما أتذكر، منهم 5 من رجال الشرطة و106 من المتظاهرين. هناك فارق مهم، أن المتظاهرين في لندن على سبيل المثال لم يكن معهم أسلحة نارية. أنا لا أقر ولا أقول بأنه يجب على الشرطة استخدام الأسلحة النارية إلا إذا بادر المعتصمون بإطلاق الرصاص الحي. في هذه الحالة أتصور أن كل القوانين الدولية، وكما نرى في يعني في 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 أعتى المجتمعات الديمقراطية، ترد الشرطة بالرصاص الحي. إذا ما أطلق الرصاص الحي في هناك الشرطة. تقابل الشرطة بالرصاص الحي. خليني أطرح هذه النقطة على من يتصل، من معنا على الخط ويقول إنه ضد استخدام القوة في أي حال. يحيى صقر هو واحد منهم معنا على الخط من القاهرة. يحيى أهلا بك. أهلا بالأستاذ. تحياتي. مبدئيا الفكرة نفسها بتاعت فضل أي اعتصام بالقوة ممكن تكرس لما ده يحصل بعد كده. عندنا أحداث عمال السويس تم فضهم والقبض على قيادات العمال، يعني أي ضمان يضمن لي أن فضل الاعتصام ده لا يعود علي أنا بعد سنة أو بعد كام شهر؟ المطالب يقول علي أن هي مطالب فئوية ويتم فضل الاعتصام بنفس الأسلوب، يعني بالمستقبل إذا أبيحت مرة سواح بعد في المستقبل إذا لو أصبح سابقة. اما بالنسبه لفكره الاعتصام سلمي ام غير سلمي، ممكن تشكل لجنه من حقوق الانسان، من منظمات حقوقيه، ايا يكن، تنزل تشوف الحدث نفسه على الارض. اذا كان في سلاح يطالبوا بتسليم السلاح، يقبض على من يحمل سلاح، المطلوب القبض عليهم زي ما استاذ رمان عيد كان بيتكلم عن الناس، مطلوب القبض عليهم يسلموا. طيب لكن لا يؤخذ عاطل بباطل. طيب أوكي يا يحيى، خليني أستمع إلى أستاذ بهاء يوسف. أولا فيما يتعلق بالنقطة التي طرحت عن السابقة، لو وقعت السابقة، لو أرسي مبدأ فض الاعتصامات بالقوة، هل تضمن تماما 100% أن ذلك لن يطبق عليكم في المستقبل إذا ما احتجيتم على أمر ما؟ كما ذكرت لك أخي سمير، هناك مبدئيا حاجة إلى تعريف الاعتصام، هل هو سلمي أم غير سلمي، تظاهر سلمي أم غير سلمي. إذا اتفقنا أنه تظاهر غير سلمي، أو إذا وصلنا بعيدا عن التظاهر الحاصل الآن أو الاعتصام الحاصل الآن في ربع العدوية، اعتصام في مكان ما من العالم، إذا اتفقنا على أنه اعتصام غير سلمي، إذن فمن حق السلطات الأمنية في هذا البلد، في هذا البلد سين، ولا يعني دعنا نطلق على هذا البلد اسم سين، أن تستخدم القوة المتدرجة لفض هذا الاعتصام. بس هذا يعتمد على تعريفكم لما هو سلمي وما هو غير سلمي. كيف تعرف الاعتصام غير السلمي الذي يعطل الحياة العامة هو غير سلمي؟ جميل جميل، يعني دعني أحيلك إلى تعريف اثنين من قادة الإخوان، من قادة التيار الإسلامي المشاهير. الأول هو الدكتور عصام العريان، وبالتأكيد هو غني عن التعريف، وله تصريحات في مجلس الشورى في مارس 2013 حينما كان الدكتور مرسي لا يزال في الحكم. قال فيه إن موقف حزب الحرية والعدالة من الاعتصامات إنها حق مشروع لكل مواطن مصري. طيب. لكن تلك الاعتصامات التي يسمح بها الحزب والتي يدافع عنها الحزب لا تسمح بتعطيل الحياة العامة وتخريب المنشآت والاعتداء على الآخرين. التعريف الآخر للسيد عصام شبل، هو أظن أنه نائب رئيس حزب الوسط وكان أحد نواب مجلس الشورى الممثلين لحزب الوسط، وقال في جلسة 26 مارس 2013 أن حق التظاهر ينتفي عند حقوق الآخرين، وليس متظاهرا سلميا من يعتدي على ممتلكات الآخرين ويعطل المواصلات والمرور. طيب بس تعطيل المواصلات والمرور، ما هذه هي النقطة أستاذ بهاء، تعطيل المواصلات والمرور أمر يعتبره كثيرون لا يمكن أن يدخل في مجال غير السلمي. تعطيل الحياة العامة هو جزء من الاحتجاج، وهو ثمن يجب على المجتمع أن يدفعه يقولون لكي تحقق مطالب الأقليات مثلا إذا ما كانوا أقليات. ممكن تسمح لي أخذ رد فعل سريع من يحيى صقر الذي يستمع إليك؟ تفضل يحيى. طيب
تعظيم بسيط بس على كلام الاستاذ. انا في نقطه واحده بس. هو اتكلم على مجلس الشعب والاخوان. احنا نزلنا تظاهرنا في يوم من الايام ضد مجلس الشعب وضد جماعه الاخوان المسلمين عشان المنطق بتاعهم في استباحه دم المعارضه. في ان هم اباحوا ضرب المعارضه في لحظه من اللحظات عند قصر الاتحاديه. ان هم علقوا تعليقاتهم على احداث محمد محمود وعلى احداث مجلس الوزراء وعلى صبر الاعلام وابن احداث دي بطاريه. طيب ايه الفرق ما بيني وبين جماعه الاخوان المسلمين النهارده اذا كنت انا هقول عليهم نفس الكلام اللي قالوه عليا قبل كده؟ اها طيب، وبالنسبة بس لنقطة غير السلمية، لأنه هذا هو السبب الرئيسي الذي يقوله داعمو فضل الاعتصام بالقوة بأنه الاعتصام غير سلمي، كيف هو تصنيفك أنت لما يحدث حاليا في رابعة وفي أماكن الاعتصامات الأخرى؟ مطالبهم شبه مستحيلة أو مستحيلة بمعنى أصح، لا يمكن للزمن أن يعود للوراء. لكن هم عندهم تخوفات وده شيء مشروع ليهم. تخوفات من ان هم يتم ابعادهم عن الحياه السياسيه بوجه عام. طب كيف يتم اقناعهم بفض هذا الاعتصام؟ اذا كانت حتى انت الذي ترفض فض الاعتصام بالقوه تقول انه مطالبهم غير واقعيه، كيف ينتهي هذا الاعتصام؟ الوصول لحل وسط، انت في حاله انقسام كام في مصر، الوضع صعب جدا داخل المجتمع نفسه. التيارات الاسلاميه شايفه انه الباقي كله فلول او انقلابيين او كلها وصف عمال يوصلوا للشعب المصري نفسه. طيب. اما الباقي فشايف انه كل التيارات الاسلاميه ارهابيين. طيب يحيى لست انت يحيى، معلش سامحني يا يحيى، علي ان اخذ اكبر قدر من المشاركات. عبد الرحمن النبهان كتب غرد على تويتر الينا قبل قليل يؤيد ما تقول، يقول اؤيد تلبيه المطالب لفض الاعتصامات، العنف لن يولد الا العنف وسيرفع في الواقع سقف المطالب. رد اخير منك يا استاذ بهاء. يعني ارد على الاخ يحيى بنفس ما رددت انت به علي، ستكون سابقه إن إذا استجبت لمطالب المعتصمين التي أراها وهمية وغير واقعية بالمرة، وهي عودة الدكتور مرسي وعودة مجلس الشعب وعودة الدستور، وكما قلت لك وما زلت عند رأيي إن الوقت تجاوز هذه المطالب، لكن إذا فرضنا إذا سلمنا بشكل خيالي إن هناك من في يعني هناك شخص في السلطة استجاب لهذه المطالب، ألن تكون سابقة تتيح لكل من له مطلب ما أن ينزل ويجمع مجموعة من الناس ويعتصم في الشارع ويعطل الحياة حتى تتحقق مطالبه؟ كيف تكون هذه دولة؟ مع هذا السؤال علينا أن نتوقف. أستاذ بهاء يوسف مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك. إذن الموضوع فيه سابقة، إن تمت الاستجابة والمفاوضات فيه سابقة، وإن تم اللجوء إلى القوة فيه سابقة. أي سابقة تفضلون؟ ما تستمعون إليه في البرنامج هنا هو جزء من المشاركات، جزء بسيط من المشاركات الموجودة على موقعنا، مش بس في هذا الحوار ولكن في حوارات أخرى مطروحة. إذا ما توجهنا إلى صفحة شارك برأيك أونلاين على موقعنا bbcarabic.com، خلينا نلقي نظرة عليه. طبعا موضوع اليوم هو هل تؤيد استخدام القوة لفض الاعتصامات؟ هناك أيضا إلى يسار الصفحة حوارات أخرى من هذا الحوار. كيف ترى الطقوس المرافقة لحفل الولاء لملك المغرب؟ هناك آراء متنوعة ومتناقضة في الواقع فيما إذا كان هناك تطور في طريقة التعامل مع الملكيات في العالم. هذا الحوار سيكون موضوع الغد في البرنامج إن لم تطرأ تطورات أخرى، إضافة إلى موضوعات أخرى موجودة على الصفحة يمكنكم المشاركة فيها والاطلاع عليها. ما تستمعون إليه هناك أكثر منه بكثير على bbcarabic.com صفحة شارك برأيك. ولمعرفة المزيد عما يدور وما يقال حول موضوع اليوم أتحول إلى زميلي محمود القصاص الذي يتابع الحوار الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي. محمود، واضح أن هناك درجة كبيرة من التردد من قبل السلطات في فض الاعتصامات في مصر، هل هناك أيضا مخاوف من قبل المشاركين في الحوار في هذا الصدد؟ بالطبع سمير، هناك تحذيرات كثيرة من نتائج فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة. هناك مخاوف واسعة من تبعات مثل هذا الاتجاه على مصر، ليس فقط الوقت الحالي ولكن لسنوات طويلة قادمة. بداية هناك مخاوف من سقوط أعداد كبيرة من القتلى إذا قامت السلطات بفض الاعتصام بالقوة، وهذا ربما يدفع أهالي وأنصار المعتصمين إلى الثأر والانتقام،
وتدخل مصر في دائرة من العنف والعنف المضاد كما حدث في دول أخرى مثل الجزائر على سبيل المثال. عن هذه النقطة كتب أحمد زكريا يقول: للأسف فض الاعتصام بالقوة مع إسالة المزيد من الدماء سيحول المعتصمين إلى إرهابيين. مصر عانت من الإرهاب فترة الثمانينات والتسعينات من قبل بعض عناصر الجماعات الإسلامية، وكانت البداية هي الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة المصرية. أخشى من حقبة مظلمة في تاريخ مصر تذكرنا بالعشرية السوداء في الجزائر لا قدر الله. هذه الفكرة تكررت في المشاركات التي وصلت إلينا. يخشى كثيرون من أن يكفر الإسلاميون بالديمقراطية ويتحولوا، أو على الأقل يتحول جزء من الإسلاميين إلى العمل المسلح بدلا من العمل الديمقراطي. مثلا حسن العيان عن هذه النقطة يقول: إن استخدمت القوة ضد المعتصمين ستكون أعقابها وخيمة سواء في مصر أو في تونس أو في ليبيا، لأن ذلك سيكون ضربة للديمقراطية وسيكفر بالديمقراطية أغلب التيار الإسلامي. يمضي ياسين الرادي فيقول: ما يدور في مصر هو حق شرعي لفئة أو مجموعة من المواطنين انتخبوا رئيس للدولة في انتخابات حرة وانقلبت عليهم فئة من العسكر جهارا نهارا ولم يحترموا إرادة هذا الشعب، لذلك من حقهم أن يعتصموا في أي مكان وفي أي وقت. طيب محمود، سمعت قبل قليل أننا تطرقنا إلى موضوع السابقة، إذا كان فض الاعتصام بالقوة يشكل سابقة، هل شعرت أنه بين المتحاورين أونلاين في مخاوف من أنه إذا ما حدث هذا الأمر ووقعت هذه السابقة يمكن أن يلجأ يتم اللجوء إلى القوة لفض كل الاعتصامات الأخرى مش بس في مصر؟ نعم سمير، هذه also يعني هذه نقطة بالغة الأهمية تحدث عنها كثيرون، وهي المبدأ نفسه، مبدأ فض اعتصام لتيار سياسي بالقوة. إذا قبلنا بهذا المبدأ اليوم ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فيمكن أن يطبق نفس المبدأ على المعتصمين من قوى أخرى يسارية أو ليبرالية في المستقبل. وبالتالي هناك كثيرون يرفضون المبدأ نفسه على الرغم من اختلافهم الشديد مع الإخوان واختلافهم الشديد مع محمد مرسي، ولكنهم يخافون من المبدأ أو يعني يتحفظون من المبدأ لأنه يغلق فكرة الضغط الشعبي على السلطات الحاكمة من خلال التظاهر والاعتصام. مثلا هشام كي كتب يقول: فض الاعتصام بالقوة معناه أنه لن يكون هناك أي اعتصامات مرة أخرى إلا التي يؤيدها الجيش أو الجهة الحاكمة في مصر. محمد فايز يقول: إذا كانت الأداة الأخيرة التي تمكن الثوار والمواطنين من استرجاع حقوقهم المنهوبة هي الاعتصام، فهل إذا تم سلبها سيبقى خيار آخر غير حمل السلاح وتكرار سيناريو ليبيا وسوريا والجزائر؟ يضيف أشرف هندي: رغم تداعيات وسلبيات هذا الاعتصام إلا أنني لا أستطيع أن أؤيد فضه بالقوة. مطلوب حل سياسي لاستيعاب الملايين التي انضمت أو تعاطفت مع التيار الإسلامي حتى لو اختلفنا مع هذا التيار. طيب ولنفترض مثلا أن قرارا اتخذ بفض الاعتصام بالقوة لأن مثلا السلطات قررت أن الأمور خرجت عن سيطرة الدولة وتدور بالحياة العامة، ما الذي قاله المشاركون عن حدود هذه القوة التي يجب أن تستخدم؟ أعتقد سمير أن هذا من أصعب الأسئلة في حوار اليوم. إذا كنت ترفض الاعتصامات فما هو السبيل للتعامل معها؟ البعض مثلا يقبل فض الاعتصام ولكن بدون قوة مفرطة، ولكن أيضا يعني هنا سؤال آخر، ما هي حدود هذه القوة غير المفرطة؟ بالضبط. هناك مشاركة مثلا من على صفحتنا على الفيسبوك يتخوف من كتبها اسمه علي، يتخوف من وجود أطفال بهذا الاعتصام ويقول: استخدام القوة في فض الاعتصامات ليس بدعة في العالم، وحدث في دول ديمقراطية مثل جنوب أفريقيا وبريطانيا وأمريكا، ولكن مشكلة اعتصامات العرب أن فيها أطفال وفيها أبرياء بسبب سوء تقدير الأهالي من جانب وإدخال الدين وإقحام الدين في السياسة من جانب آخر. مجيد سعيد كتب يصف الوضع الحالي في اعتصام ربع العدوية ويقول: رجعت للتو من المنطقة المحيطة بربع العدوية، حيث يعني هناك اعتصام كما نعلم في ربع العدوية. الحقيقة أن ما شاهدته كما يقول مجيد عن قرب ليس باعتصام ولكنها منطقة سقطت عنها سيادة الدولة المصرية. هناك حدود مؤمنة بالمتاريس والرجال المزودين بالهراوات والخود والدروع، ليس هناك مظاهر للقانون، ليس هناك مظاهر للنظام سوى ما يقرره المعتصمون ورجال الجماعة، وبالتالي لا توجد دولة. هذه المنطقة كما يصفها لا توجد بها دولة. تضيف سوسن حسن عن هذا الاعتصام أنه ليس سلميا، تقول: الاعتصام ليس مظاهرة سلمية، وإذا كان سلميا لماذا نرى السواتر وأكياس الرمل وكأن المعتصمين يستعدون لمعركة حربية؟ وبالتالي سمير هناك خلاف وهناك أيضا أكيد يعني وجهات نظر متفاوتة حول درجة القوة التي يمكن استخدامها للتعامل مع الاعتصام، من جانب من يرون أنه الأفضل حاليا
فض الاعتصام تحسين الأوضاع في مصر. صحيح صحيح، والخوف طبعا هو أن القوة المفرطة ربما تؤدي إلى مشكلات كثيرة وكفر بالديمقراطية وتطرف، وكل هذه المشكلات التي يمكن أن تؤثر على مصر سنوات طويلة قادمة. هذه هي مخاوف المشاركين معنا بالحوار. شكرا جزيلا لك محمود القصاص على ذلك. إذا كانت هذه مخاوفهم الذين شاركوا حتى الآن، فما هي مخاوفكم أنتم؟ الوقت لا زال متاحا لكم للاتصال بنا والمشاركة في حوار اليوم بالصوت والصورة أيضا، كما فعل طارق فودة من الدمنهور، بعث لنا بهذه المشاركة بكاميرا الإنترنت الويب كام. الاعتصام وتظاهر السلم حق أساسي من حقوق الإنسان غير قابل للنقاش، ولكن عندما يتحول الاعتصام إلى بؤرة استيطانية تمارس فيها أعمال التعذيب و يتم فيها الاعتداء على حرية الآخرين، يجب هنا التدخل بالقوة لفض الاعتصام، ولكن أن يكون استخدام القوة متدرج ووفق المعايير الدولية، ويتم تأمين الفض عن طريق التوثيق بالتصوير من قبل الجهات الأمنية المختلفة، وكذلك من قبل وسائل الإعلام التي يتاح لها إمكانية الوصول. طارق من الدمنهور يشرح وجهة نظره في توقيت فض الاعتصام، التوقيت المناسب ومدى القوة المستخدمة. الآن من القاهرة ينضم إلينا خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية وهو الذراع السياسية للجماعة الإسلامية. أستاذ خالد، أرحب بك في نقطة حوار، أهلا بك. كل الدول كما نعلم تتسامح مع الاعتصامات إلى حد معين ثم تتدخل لفضها، بريطانيا، أمريكا، تركيا، رأينا كل ذلك في السابق. متى تعتقد أنه يجب على صبر السلطات المصرية أن ينفد بعد مرور كم من الوقت على الاعتصام؟ لعل الجميع يؤكد أن الاعتصام والتظاهر السلمي حق مكفول لكل مواطن، وهي من مكتسبات ثورة 25 يناير. فض الاعتصامات بالقوة هو منطق الغاب الذي يجر البلاد إلى كارثة، جربته حكومة الانقلاب وقوات الانقلاب، فجر كارثة وجر مجزرتين أمام النصب التذكاري في مدينة نصر بجوار الرابعة العدوية، وأمام الحرس الجمهوري خلف أكثر من 400 قتيل. أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة تجر البلاد إلى كارثة ولن تجدي، لأن ميادين مصر تصبح ميادين اعتصام لكافة المتظاهرين. الشاهد في الموضوع وسبب هذا الاعتصام هو المطالبة المشروعة بعودة الشرعية الدستورية واحترام إرادة الجماهير التي جاءت برئيس الجمهورية رئيسا للبلاد، وعدم انغماس الجيش في السياسة، وأن يكون في منأى عن الصراع مع المواطنين. طيب. أنا أقول لحضرتك لقد جرب العسكر وقادة الانقلاب شيطنة هذا الاعتصام، وادعوا زورا وبهتانا أنه به أسلحة وبه يعني آلات حادة، وأنه يتم جثث طفية على المياه وجثث تحت الكرة الأرضية وغيرها، ونكاح الجهاد، كلها زادت المعتصمين إصرارا. طيب. بل إن الأعداد زادت حينما لوح قادة الانقلاب بفض الاعتصامات. طيب. أستاذ وأنا الكريم. أقول لحضرتك أستاذ إن فض الاعتصامات بالقوة عملية دنيئة للغاية ضد الإنسانية، ولذلك الكل يتبرأ بس منها. أنا رئيس الدولة يفوض رئيس الحكومة، والحكومة تفوض وزير الداخلية. أستاذ خالد الشريف، أنا فهمت النقطة، ولكن أنت تقول إنها وسيلة دنيئة وإن هذا الأمر هو طريقة ومنطق الغاب، ولكنه في الواقع منطق معظم الدول التي شهدت اعتصامات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا مرورا ببريطانيا. خلينا نستمع إلى رأي أحد المصريين المشاركين معنا اليوم وهو وائل. وائل هو مصري مقيم في الإمارات يستمع إلينا ويتابع البرنامج من هناك. وائل أهلا بك. أهلا بك يا فندم. ما الذي يجب أن يحدث؟ كيف يجب أن يفض هذا الاعتصام؟ والله حضرتك هو لازما بالقوة، لأن هم استحالة يخرجوا إلا بالقوة. طيب. وحضرتك أنا ضد رأي الأستاذ شاهين، لأن حضرتك هم كذابين على الفاضي، هم كلام بدون أي فعل.
طيب بس بدون ما نوجه بس اتهامات بالكذب، خلينا نقول ان نحن لا نوافق مع موقفهم او مع كلامهم او مع اي شيء اخر دون ان نتهمهم بالكذب الصريح. خليني اسالك، عندما تقول ان يجب على الاعتصام ان يفض بالقوه، يجب على كل اعتصام ان يفض بالقوه؟ لا يا فندم حضرتك، بس اعتصامهم يفض بالقوه. اعتصام دلوقتي ده مضر بالمجتمع وبالمنظر العام. كيف؟ وباقتصاد دوله. كيف اي اعتصام؟ اشرح لي، اعطيني نموذج عن اعتصام لا يضر بالحياه العامه. والله يا حضرتك اي اعتصام سلمي هو لا يضر، فانا معاه وانا موافق، وفي نفس الوقت انا حضرتك انا بشيد بالاعتصامات السلميه. بس الاعتصامات بالشكل دوت غير حديثة بالمرة ولا غير يعني بأي شكل يعني بأي شكل. ما هو النوع الغير السلمي الذي تراه في اعتصامهم؟ والله حضرتك هم بيقتلوا في الناس يعني بيتعبوا المستوى الاجتماعي والأدبي والمعنوي. أنتوا بتقتلوا في الناس أستاذ خالد شريف؟ لا بالعكس، نحن الضحية الذي قتل منا، قتل أكثر من 400 شخص، ولكن هناك من يتعامى عن هذه الدماء ويزيف الحقائق. نحن الضحية، هناك عدوان على الشرعية، هناك هدم للتجربة الديمقراطية. هل بين المعتصمين، سمعت هذه النقطة أستاذي الكريم، هل بين المعتصمين رجال يمشون بمجموعات يرتدون الخوذ ويحملون العصي؟ هل موجودون هم أم لا؟ يا أخي كما قلت لك وقعت مجزرتين، هناك عدوان وتهديد، هناك أناس يدافعون عن أنفسهم يدافعون عن أنفسهم من خلال أكياس رملة، مش خلال قنابل مسيلة ولا رصاص حي. هذه ليست أسلحة، هذه وسائل للدفاع عن النفس. هناك أطفال ونساء وأسر تعتصم من أجل الحرية. طيب. ها هناك معركة بين الاستبداد والحرية. أوكي. وائل من الإمارات، من أين أتيت أنت بعملية الأسلحة والاعتداء على الناس؟ والله وين الأدلة عليها؟ أنا ما أتيتش بنفسي، أنا في صور عينية على كل من يعني على كل بصر المجتمع العالمي وكل حتة، إن هم بيجيبوا قنابل وبيضربوا بخرطوش. أنا بشوف على بعيني في الاعتصامات يعني التصوير شخصي من اهالي ومن ناس موثوق منها، ان هم اللي بيقتلوا في نفسهم، وباي حد بيخش رابعه بدون اي تصريح منهم بيقتلوه. عندك النهارده طفل مصاب قطع بتر كف ايده. هم طول عمرهم بيحاولوا يمثلوا الدور يعني بيستعطفوا الناس من ايام السيد محمد حسني مبارك، وهم بيستعطفوا في الناس ان هم مفقورين، ان هم مظلومين. طيب يا وائل، سوف اطرح هذه النقطه بعد قليل على الاستاذ خالد، نقطه انه من اين تاتي هذه القصص باعتدائهم، وهي منتشره وسمعناها اكثر من مره. بس قبل ان اعود اليه، كمال شكري هو ايضا مصري، ايضا مقيم خارج مصر في المانيا، اتصل بنا من هناك. اهلا بك يا كمال. تحية لك يا أخ سمير. تحية لك. بالنسبة للسيد الضيف، نعم. أولا أنا عايز أسأله سؤال لو كان عنده الشجاعة الأدبية يجاوب عليها. فضل. ما علاقة جماعة الإخوان المسلمين بثورة 25 يناير؟ أنا كلمت البلتاجي في بعد أسبوعين بالضبط في الثورة على الجزيرة مباشر مصر، قلت له ما علاقتك أنت بالثورة، أنت وعمرو موسى اللي كان بيطلع من وزارة من جامعة الدول العربية لميدان التحرير ويخرج تاني. طيب. سؤالك مهم ويمكن أن يطرح يا كمال، بس اسمح لي، سؤالك خارج إطار حوار اليوم. طيب. معلش. طيب. خلينا بموضوع فض الاعتصام، وصلنا الآن إلى ما وصلنا إليه، كيف طيب. يفض، كيف تنتهي هذه الأزمة؟ تنتهي هذه الأزمة بالقوة الغير مفرطة. أنا ضد أي قوة غير مفرطة، يعني القوة المنظمة، وهذا كلام ممكن تقوم به وزارة الداخلية في مصر زي ما قامت وزارة الداخلية. يعني شو خراطيم مياه ستريت، وفي خراطيم مية وفي قنابل مسيلة للدموع يا أخ سمير لو سمحت. طيب. ودي حاجات واردة، إنما المهرجانات اللي بيعملوها وهي الروح الأخيرة اللي بطلع لهم، لأن الناس القيادات بتاعتهم هربت. طيب. من الرابعة العدوية. طيب. وهربت من الرابعة العدوية. على فكرة يا سمير انت ما تعرفوش، الرابعة العدوية عبارة عن تقاطع طريق إشارة ومدينة، معرفش انت تعرفها ولا لا. انا عايز افهمك دقيقة واحدة بس لو سمحت.
يعني دي المشكله اللي هم عاملينها، التحصينات وفك الارصفه. طيب تحصينات لانه كل الاجواء تشير الى اقتراب نوع من التحرك ضدهم من قبل قوات الامن. خليني اسال اول شيء عن هذه النقطتين، خليني اسال استاذ خالد الشريف. اول شيء النقطه التي طرحها وائل وهي سمعناها كثيرا، في اعتداءات على الناس، في أسلحة، في أمور غير سلمية تحصل من قبل المعتصمين، من أين تأتي هذه القصص إن لم تكن صحيحة؟ هي قصص يصدرها النظام القائم من قادة الانقلاب وإعلامه الذي يزيف الحقائق. لا وجود لهذه القصص سوى في أخيلتهم المريضة. الاعتصامات أسر قائمة وشعب ينتفض. انظر إلى يوم العيد وصلوات العيد الموجودة بالميادين وفي ربع العدوية، ملايين تدفقت، جاء الرد مزلزلا، الكل يرفض الاستبداد ويرفض هذا الانقلاب. هذه ليس اعتصامات، المشكلة أنهم يتصورون أنها اعتصامات لثورة جارفة ضد الانقلاب، ليس مكانها رابعة العدوية فقط، وإنما سوف كل المسيرات التي تخرج في رمسيس وأمام الوزارات الآن وفي الجيزة وفي المحافظات، هذه ثورة ضد الانقلاب. بس مشكلتكم أستاذ خالد، وأنا لدي الآن قائمة من المتصلين، محمد طلال من البحرين مصري، أنا مؤيد للرئيس مرسي ولكن أنا مع فض الاعتصام، عبد الحكيم العبيدي من ليبيا، يجب فض الاعتصام بالقوة كما حدث في ساحة تقسيم التركية. يعني الاتجاه واضح، أنتم تعرفون أن فض الاعتصام بالقوة آت، هذه هي الأجواء. يا أخي لو أجمع الناس على القتل وسفك الدماء هل يصبح سفك الدماء حلال؟ هؤلاء لم ينتفضوا من أجل مطلب شخصي، ولا إنما ينتفضون من أجل الحرية. طيب. وبلد عصف به بالحريات والتجربة الديمقراطية، إذا أجمع العالم كله على فض الاعتصامات وسفك الدماء هل يصبح ذلك حلالا؟ هذا ضد الحرية، هذا مظهر من مظاهر الاستبداد. وأنا أستطيع لك أن أقول لكل من يتصل لن يستطيعوا فض الاعتصام بالقوة، لأن الشعب ينتفض ضد الاستبداد وضد الانقلاب. أنا قرأت رسالة محمد طلال المصري المقيم في البحرين بسرعة، بس محمد معنا الآن على الخط، خلينا نستمع. لخص لي نقطتك من شان لكي نكون قد استمعنا إليك على الأقل يا محمد. والله اخ سمير انا يعني بحمل الناقدين، مش موافق مع الاساتذه اللي اتكلموا الوائل والاخ الثاني، ولا مع الاستاذ ضيف مالا. طيب. يعني اخوان المسلمين للاسف لا يجدون لعبه السياسه. خسروا نقاط كثيره. اول نقطه لما وعدوا ان هم ما يترشحوش في الانتخابات وفي انتخابات الرئاسه ورشحوا وغيروا رايهم. ثاني نقطه في عدم سيطرتهم في سنه كامله على الدوله العميقه اللي في مصر، اللي هي واضح ان هي اقوى منهم بكثير. ثالث نقطة لما خدوا فرصة 48 ساعة وتركوا الجيش يفعل كما يريد، وستستمر الأمور اليوم في محافظين معينين من العسكر. يعني إخوان المسلمين يعني أخطأوا بالسياسة والآن يجب أن يدفعوا ثمن أخطائهم، هذا ما تريد أن تقوله؟ لحظة بس ثانية. طيب خلي تسمح لي محمد عايز اقول النقطة بس الأخيرة، الفرصة الأخيرة قدام إخوان المسلمين النهاردة إن هم في مركز قوة، بعد كده هيكونوا في مركز ضعف، يفضوا الاعتصام ويحطوا كل الشروط اللي يكون في انتخابات نزيهة، وأنا واثق إن الشعب إن شاء الله هيكون معهم. شكرا محمد، خليني آخذ رد سريع من الأستاذ خالد الشريف. تفضل أستاذ خالد. أولا من حقنا أن نعتصم، ومن حقنا أن ننتفض، ومعنا الشعب المصري. الاعتصامات تزداد يوما بعد يوم بعد انضمام شرائح جديدة من المجتمع، من الشباب وألتراس أهلاوي وغيرها. الانقلاب في حالة من الضعف والوهن، ولذلك هو لا يريد أن يرى هذه الجموع، يريد أن ينفضها بالقوة. نحن ينحاز إلينا الشعب، لكن هناك من لا يريد أن يرى ولا يسمع أصوات هؤلاء. للأسف كل المتصلين بحضرتك
خارج مصر. أنا أقول لهم إذا كان هذا الاعتصام يعطل فماذا عن ميدان التحرير؟ شكرا جزيلا لك. عن ميدان التحرير الذي يعطل أستاذ خالد مصالح الناس؟ للأسف علي أن أتوقف هنا. شكرا جزيلا للأستاذ خالد شريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية. الآن بسرعة إلى القاهرة. وخارج أمكنة الاعتصامات طرحت كاميرا نقطة حوار سؤال اليوم: متى وكيف يفضل الاعتصام بالقوة؟ غير راضي عن فضل الاعتصام بالقوة، لأن ده بينافي المبادئ العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام. أنا مش مع فضل الاعتصام بالقوة. المفروض يعني يشوفوا حل سلمي عشان يخلصوا الموضوع ده، عشان كفاية القتلة الشهداء اللي ماتوا في رابعة وهنا المفروض يشوفوا حل. لكن ما ينفعش ان البلد تقع بسبب الاخوان وبسبب ده وبسبب ده. انا ضد فض الاعتصام بالقوه لان ده حق مكفول بالدستور اللي احنا عملناه ورحنا استفتنا عليه وجبنا فيه 64%. هو دوت حقنا الطبيعي ان الاعتصامات ديت لازم تكون موجوده. لا بالقوه لا طبعا، سلمي افضل. المفروض الناس المعتصمين دول ليهم قضيه، وقضيتهم ان هم رفضوا الانقلاب اللي حصل في مصر وان هم واقفين سلميين. ما ينفعش تفضلوا القوة على فكرة ابدا. يعني جماعه الاخوان تجاوزوا الحدود، ها، وطبعا لازم يتفضل الاشتباك ده اللي هم عاملينه والتظاهر اللي هم عاملينه بدون ادنى وجهه، لان ده معطل لمصالح البلاد. مش مع فضل الاعتصام بالقوه. انت هتفضل القوه بالقوه تضربي مين؟ تضربي اخويا وابن خالتي وابن عمي في الشارع؟ يبقى حمام دم كده، حمام دم. لا ما ينفعش كده، ما ينفعش ابدا. يعني البرنامج يبدأ دائما بأصواتكم وينتهي دائما بأصواتكم. هذا كل ما سمح لنا به الوقت. شكرا لكم على المتابعة والمشاركة. لكم أطيب تحية من كل أعضاء الفريق ومني أنا سمير فرح. إلى اللقاء.